السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. شلونكم؟ يا رب تكونون كلكم طيبين. حياكم الله مع مزاج. اليوم أنا في منطقة القادسية، وهذا البيت اللي تشوفونه قدامكم من البيوت الحكومية اللي هي ذات الدخل المحدود، نموذج لا زال واقف شامخ ولكن بشكل مختلف. أعتقد المراية كسرت عيوننا. هذا الزجاج والبيت سمي في بيت المراية، هو متحف الفنان الراحل خليفة وزوجته ليديا القطان. هذا البيت تحفة فنية ما لها مثيل في العالم، وهو البيت اللي قطي كله من أول لآخرة في قطع فسيفساء المراية، واللي بناه وصنعه شخص واحد هو الفنانة ليديا القطان. دخلنا البيت واستقبلتنا في البداية ابنة الفنان الراحل خليفة القطان السيدة جليلة، وهي المعنية في الاستقبال والتسجيل. بالمناسبة البيت عشان تزوره لازم حجز مسبق مع السيدة جليلة القطان. دخلنا البيت وتشرفنا برؤية الفنانة ليديا القطان. يا ما شفنا أعمالها وشفنا حضورها وشفناها بالتلفزيون، المعارض في الكويت وبرا الكويت، من أشهر الناس. البيت من A to Z كله مراية مقصصة، واللي عجبني طريقة استخدامهم للإضاءة في البيت، مرة بالإضاءة العادية عشان نستمتع في جماليات وتنسيق المراية أو فسيفساء المراية، ومرة أخرى يتم تغيير الإضاءة إلى اللون الخافت اللي غالبا يكون لونه أزرق. فاعذروني على إذا ما تقدرون تشوفون أو مو واضحة لما تصير بالعتمة. فهني تشرح لنا الفنانة لما سألتها شلون تسوينا، فقعدة تشرح لنا تقول إن من أشياء بسيطة جدا، أدوات بسيطة جدا تستخدمها في عمل هذه التحفة الفنية اللي امتدت لسنوات طوال. يعني حتى السبب في إنها بدت هذا المشروع كان إن بنتها السيدة جليلة لما كانت صغيرة تيجي من المدرسة في بداياتها، يعني أعتقد في المرحلة الابتدائية مثل الباقي الأطفال تأخذ الألوان وتلون على الأطواف. فلما تيجي تنظف أمها الفنانة ليديا يصعب عليها تنظيف، حتى الصبغ ما يخفي كل هذا. فمع انكسار مثل اليهال هم يكسرون أشياء، في زجاج تكسر، فيتها الفكرة إن تملي الطوف في البداية في هذه تكسيرة المراية. المرحلة الأولى كانت تحطها على خشب كقطع خشب تركب عليه هذا المراية، لكن اكتشفوا ان في جيش من النمل الابيض اقتحم البيت من كل مكان، الارضيات يطلع منها، اللطوف، النخر، وصلوا للكتب، وصلوا للملابس، وصلوا لكل شيء. يعني ما بقى شيء ما سووه كمكافحة لهذا الجيش من النمل الأبيض. فالمرحلة الثانية كسرت اللي سوته وبدأت تحطه على الطوفة مباشرة بمعالجات معينة، بتنظيف معين،
بتكنيك معين وقدرت مع الوقت إنها تتخلص من هجوم هذا الجيش من النمل. وأنا أشرح ما قلت لكم إن كل قطعة أو كل غرفة أو كل ركن في البيت مسميته باسم ومرصع بالآيات القرآنية، وعلى كلامها تقول إن الفنان الله يرحمه خليفة القطان كان هو اللي قال لها استخدمي قطع مكتوبة من الآيات مستوحاة من القرآن بآيات قرآنية. هذه الغرفة اللي نشوفها هي الوحيدة اللي ضمت آية أو سورة كاملة، وهي سورة الفاتحة على يعني مستويين، دار مدار السقف انكتبت سورة الفاتحة، إنما في باقي البيت كانت فقط مقاطع قرآنية تتلائم مع روح الغرفة. هذا طبعا المكان هو المكتبة العامرة بالكتب للراحل الفنان خليفة القطان. ذهلت من كمية الكتب، وحتى في داخل في المكان اللي صليت فيه لاحظت ان في كمية اخرى مشابهة لهذه الكتب. مثل ما يقول هذا هو الفنان المميز، التتش ماله طريقة وضعه للشماغ، قطاع الرأس او الشماغ خليفة القطان الله يرحمه كان مميز ان شلون يحطه من بدون عقال، كان وايد يميزة. هذه الركن والمكان المرسم، هذه اللوحة ما كملها الله يرحمه توفى، مكانة قعدته وايد أثرت فيني وأحس وكأن روحها معانا في الغرفة. اللوحة هذه التحتية أعتقد رسمها فنان إيراني، لا واضح فيها الحزن، قعدت مدة أطالعها، حزين تقاسيم وجهه وايد حزين لما رسمه، الله أعلم. هذه صورته وهو شاب، تقول لما درس في إنجلترا ويتعرف عليها وتزوجوا. طبعا ليديا القطان من أصول إيطالية، جت الكويت في الخمسينات معاه، وهذه الدشداشة اللي شفتوها عليها تواقيع في أحد المعارض اللي سواها في أوروبا، أعتقد في فرنسا، حبوا إنه يوقعون الحضور على دشداشته، وكاهي معلقة. هذه والدته وأبوها يعني جدة، الله يرحم الجميع، موتانا وموتاك وموتى المسلمين. المكان يستحق الزيارة. وأول مرة أدري في اسم الكامل للفنان خليفة القطان، كنت أحسب اسمه خليفة القطان. القطان طبعا مثل باقي الأسماء عندنا في الكويت مرتبطة بحرفة الأهل، إنما إحنا نتكلم عن الفنان خليفة القطان اللي انولد في سنة الهدامة اللي هي صار فيها الأمطار المشهورة بالكويت في عام 1934 في بيت العائلة في حي الشيوخ في رجل الشيوخ. واسمه الكامل هو خليفة بن علي بن حسين بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن صقر الفواز من آل المناصير من بني نهشل بن دارم من بني تميم. استقر جدا نوخذ عبد الله بن أحمد الفواز بالكويت، وهذا هو تاريخه العريق. في أمان الله.